تفتيش عمل اخر لانه بعيد عليك، ما غاديش تحل التلفاز تدخل انت للدار باش تحلها، وما غاتدخلش للسينما، لان غالبا انا نقول لكم دابا اخر فيلم سينمائي شفته الشطاح، دخلتي فاتح حدا الباب كتشوفك هنا في هذا الاسباس ما تخش منه، هادو كلهم سيدي كاميرا، هادو كلهم سيدي كاميرا. هذا الميدان هو عمل قار، وهو عمل يجب الاستمرار فيه، يجب أيضا أن ننخرط فيه كلية، وأن يتحول مفهوم الهواية إلى احتراف، وأن يتحول إلى مفهوم الحرفة والصنعة والشغل والصناعة، وأن يتحول ذلك إلى عمل. بالتالي الآن نعرف أنه مجموعة من البيوت مفتوحة بهذا الأعمال، ممثلين فتحوا أبواب أسرهم وعائلاتهم من خلال هذه الأعمال، وبالتالي سواء كانوا تقنيين، كتاب، مؤلفين، مخرجين إلى غير ذلك. بالتالي يجب فقط الاستمرار والاشتغال والاجتهاد والبحث أكثر فأكثر، وأيضا البحث عن ظروف لتحسين الوضع بشكل أو بآخر يكون ذلك مريحا. الآن طبيعة الحال الأهم هو الدراسة، هو البحث، أيضا هو الانكباب على ما هو أهم في المستقبل. لا ننسى بأنه أن مهنة الممثل أو مهنة المخرج أو مهنة الكاتب إلى غير ذلك هي مهن يجب أيضا الانخراط فيها كلية، لا يجب فقط أن نفكر فيها بأنها مضيعة للوقت أو أنها لتمثل عملا قارنا، بل هي حرفة، وهي حرفة حقيقية وصنعة حقيقية، وهي يجب أن تتحول على مستوى العقلي وعلى مستوى الفكري وعلى مستوى المجتمعي وعلى مستويات متعددة إلى عمل قار بكل آلياته وبكل قوانينه وبكل قدراته على التواصل مع كل مكونات المجتمع. مهنة الممثل هي مهنة، وبالتالي هذه المهنة لديها أيضا ظروف ولها أيضا بعض من الصعوبات يجب الآن أن نتخطاها، يجب احترامها، يجب الاستفادة أيضا من كل التجارب الأخرى التي كانت إيجابية في مفاهيمها، ويجب أيضا أن ننخرط جميعنا في أن نحسن أوضاع الفنانين، الممثلين، التقنيين، كل المشتغلين في العمل الإبداعي المسرحي التلفزيوني والسينمائي.